Thank you.
Thank you.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم احفظ المسجد الاقصى من السوء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تقبل منا انك انت المستحقين وتب علينا انك انت التواب الرحيم قال الله تعالى ان الله يحب الخير والايتاء ذي القربى ويمنع عن الفحشاء والمنكر والبغي يصرفها عنكم وتذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون وانتم تسمعون يوم يسعى بالنسبة
I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next slide.